المنصة مع محمد العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، وأنتم الآن في المنصة عبر أثير إذاعة ألف ألف إف إم يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، وفي تمام الساعة السادسة مساء لمدة ساعة راح أكون معكم أنا محمد العمري من خلال برنامج المنصة للحديث عن أبرز أحداث كرة القدم المحلية والعالمي. ضيوف متعددين ومتنوعين ومميزين راح يكونوا معنا في البرنامج، وراح نستقبل اتصالاتكم خلال الحلقة على 920-660-6012 ورسائلكم عبر الواتس على 055-66-89-001. ضيفي اليوم ارحب به واقول له كل عام وانت بخير وعيدك مبارك، الصديق المحلل الفني واليوتيوبر المعروف والذي استمتع دائما بحواره وحديثه، جوكر. جوكر حياك في المنصة وكل عام وانت بخير. مرحبا محمد، كل سنة وانت طيب ان شاء الله، انت ومتابعين المنصة عيدكم مبارك ان شاء الله. جوكر، احنا امس يعني دار بيننا نقاش عن ايش الموضوع اللي نتكلم فيه في الحلقه، حبينا ان نتكلم على شيء خارج عن يعني، واتفقنا في النهايه انه نتكلم على شيء خارج عن المألوف، يعني ما كان في مباريات في العيد، السوبر ونلعب، وفي النهايه حقق البطوله الفريق الافضل فنيا وهو نادي الهلال، لكن يعني رسينا في النهاية على أنه نتكلم على موضوع يمكن البعض يقولوا والله المفروض تتكلمون فيه في نهاية الموسم، لكن أنا أشوف أنه مهم جدا أنه يكون الحديث في بداية الموسم، منتصف الموسم، وبعد نهاية الموسم، وهو الاستقطابات والدعم وش استفادت الأندية من هذا الدعم، وش اللي تغير في الأندية بعد الدعم. أنا قبل ما أبدأ حواري معاك اليوم شفت مجموعة بوستات أحد الحسابات في السوشيال ميديا حاطط ردود أفعال لمغردين في السوشيال ميديا بعد الإعلان عن الدعم، وتلاحظ أنه كثير من الناس، كثير من المتابعين كانوا مبسوطين ومتهللين وسعيدين بهذا الدعم اللي قاعد يحصل، وأنه الآن أصبحت المنافسة متساوية وأصبح الجميع راح يكونوا متشابهين وما راح يكون في فرق بينهم، لكن نلاحظ أنه التون هذا اختلف بشكل كبير الآن خلال الموسم، ورجعنا، ما بقول رجعنا عادة حليمة لعادتها القديمة، لكن يعني حقيقة هذا اللي أنا شايفه، نفس الأفكار، نفس الطرح، نفس النقاش. قبل ما أتكلم في سلوك الجماهير، أنت في رأيك الدعم وش اللي غيره في الأندية وفي كرة القدم وفي عقليات الأندية في إدارة مواردها بعد هذا الدعم؟ والله شوف، أول شيء نتكلم على موضوع الدعم قبل وبعد وأثناء. اللي فارق عن الأندية نادي الهلال، وعارف كيف يستثمر حتى الأموال اللي بتجي برضو نادي الهلال. لو نرجع من بداية 2018-19 الموسم اللي حقق فيه النصر الدوري، بعد كده أرجع شوف السنوات اللي بعدها إلى الموسم الحالي اللي احنا فيه، بتجد انه هذا الفريق اكثر فريق مسيطر على البطولات بشكل عام، خاصة البطولات الكبرى لما نتكلم على الدوري محليا، وخارجيا هو اللي بينافس يعني. يعني حتى خرج في 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 موسم الاتحاد والاهلي في دور 16 دور 8 ورا بعض، خرج النصر وبعدين في دور 4 دور الثلاثية، والموسم هذا ايضا
خرج الاتحاد من البطولة، فبيصطدموا في الهلال حتى في دوري أبطال آسيا، برضو بيخرجوا على يد الهلال لأنه الهلال أفضل في المواسم الحالية، حتى استقرار الإدارة وعمل الإدارة وعارفين إيش يبغوا، يعني في عمل واضح وعارفين إيش يبغوا، عارفين إيش فيه، بينما باقي الأندية تشعر كأنهم تفاجؤوا، يعني كأنه مثلا أنصدموا بالمشروع، أنصدموا بالمبالغ، أنصدموا بالأمور هذه كلها، لدرجة أنه مش عارفين يعملوا كيف ومش عارفين كيف يتحركوا وكيف يشتغلوا. في نقطة من ضمن الأشياء اللي أنت ذكرتها على الجمهور، وأنه البعض كان يتونس أو يطقطق أو يقلل أو يرفع أو ينزل، وأنه الأمور تساوت والروس تساوت والكلام هذا كله. شوف المبالغ، حلو، أنا ما أعرف بالضبط كم أخذ كل نادي بالضبط، أنا ما أعرف، ما فينا أحد يعرف بالضبط، لأنه لو فينا أحد يعرف ما في لغط حيصير. حلو، ترى المفترض يمكن انه ترى مو يعني المفترض انه مش الكل يعرف، ترى يعني هذه امور سريه، يعني ما هي مفتوحه للكل انه يعرف. انت ما طلع الاستاذ المره الحالي وقال لما سال الاستاذ سعد اللغيث، قال له هذه يعني اسرار، انه انا ما اقدر اعطيك كم انصرف على الهلال وكم اخذ الهلال والاهلي والنصر، حتى على رئيس نادي، يعني انت مصدق الكلام هذا؟ لا، هو قال، هو ذكر، انا على كلامه على لسانه، في اشياء انا ما اكذب، ما ابغى اكذب فيها، لكن انا عندي عقل افكر فيه، بس اقول بالضبط. لك طلع هذه اللي عليها تواقيع، الناس تجيب شيء تقريبي لكن ما تقدر تجيب لك الشيء بالضبط كم. ممكن انت تقدر بشكل او باخر تعرف قيمه العقود، بالذات اللي محترفين الاجانب، لانه في مواقع كبيره أوروبية عالمية هذه موثوقة من سنوات طويلة قبل لا ندخل الأمور هذه، بالضبط، معروفة. لكن الرواتب ما في حد يقدر يعرف الرواتب كم إلا الناس المقربين المطلعين، النادي، اللاعب، وكلاء اللاعب، ما في أحد يقدر يعرف العقود بالضبط كم. اللي بيجيب لك يجيب لك الشيء التقريبي، يا يكون أزود يا يكون أقل، بالضبط ما يقدر يعطيك كم. الشراء العقود اللي قدامنا إنه الهلال اشترى لعيبة بعقود أكبر، تمام؟ هل هي هذه المشكلة للفوارق اللي حاصلة؟ لا، مو هي هذه المشكلة. حتى الفترة اللي هي بداية الموسم، أول 6-7-8 جولات اللي الهلال كان حتى فيها يترنح، ما عرفوا يستغلوا هذا الوضع، ما عرفوا يستغل النصر ويفرق، خسر في أول مباريتين، الاتحاد ظل يفوز في أول 4 جولات، لما اصطدم بالهلال تقدم 3-1، الشوط الثاني انقلبت المباراة في 10 دقائق، الهلال رجع سجل 3 أهداف. في الوقت هذا كانت الجولة 5، لسه الهلال كان يترنح، وتفتكر مباراة ضمك اللي التاتش اللي حصل بين سافيتش ولما كان في نصف الملعب مع المدرب، كانت الأوراق ملخبطة، إلى هذاك الوقت كان الناس يطالبوا بإيش؟ إقالة جيسوس، كثير منهم بإبعاد جيسوس، ودخل فيها حتى لعيبة كبار في الهلال زي الكابتن ياسر القحطاني، ما عرفوا يستغلوا. الاتحاد لو فاز على الهلال في المباراة اللي كان هو متقدم فيها في الشوط الأول ولعب مباراة كبيرة وكان موقف الهلال في ملعب والهلال مو عارف يتعامل، كان نفسيا حيكسر الاتحاد هذه العقدة والسيطرة الهلالية اللي حصلت في السنوات الأخيرة، وكان ممكن تكون انطلاقة الاتحاد في الجولة 5، ما عرفوا يعملوا هذا الشيء. الأمر الآخر زي ما قلت، أموال كم بالضبط انصرف أنا ما أعرف، فهذا الأمر أنا أبغى الأمور تصير واضحة، يصير فيه شفافية، يطلع المسؤول عن هذا الأمر يقول نعرف، بعد كده أعرف أجي أتكلم. لكن أنا ما أقول لأحد لا تهرج لا تطالب، كل إنسان يشوف اللي يشوفه، لكن هل مشكلة الفوارق مشكلة مادية؟ لا، ما هي مشكلة مادية بالضبط. هذا اللي كنت بسأله الجوكر، هل إنه أي. المادية والمبالغ وأسعار اللاعبين هي المشكلة اللي بتحدث الفارق؟ يعني أنا أحيانا أنا أحاول أقرأ المشهد، أنا ماني عارف يعني بعض المسؤولين وبعض الإعلاميين وبعض الجماهير وش اللي تبغاه. يعني إحنا بنتكلم على الأندية الأربعة الكبيرة، الأندية الأربعة الكبيرة لديها اللي صار أو أندية اللي جاها الدعم والتعاقدات، كل نادي عنده عدد من اللاعبين الكبار في كرة القدم، لكن كل نادي عنده مشكلة في ناحية. يعني أنا أشوف مثلا مشكلة الاتحاد هي أنه مثلا أبعد المدرب، يمكن نونو سانتو بالنسبة لي أنا لو كان موجود كان حيصل للتوليفة، والصبر اللي صبر على الهلال لم يصبر
على نونو سانتو، مشكلة النصر مختلفة، مشكلة الأهلي مختلفة، إنه الكل مشترك الأمور الدقيقة هذه، وأصبح يتكلم على الدعم والدعم والمبالغ والفلوس، ولا ما أدري أنا، هذا رأيي أنا في الموضوع. شوف هو بشكل عام أتعودنا إحنا الفريق اللي يكون رايح للبطولة لابد اللي حوله يحاولوا بشكل أو بآخر يشككوا في هذا الأمر. الموسم الماضي كان الاتحاد يتنافس مع النصر وابتدأ يفرق، شفنا تشكيك من فوق حتى ما كانت منافسة على الدوري، سمعنا كلام يعني طلع مسؤول كان في نادي يقول الدوري موجه بدون ذكر أسماء، واضح كثير، شفنا كلام كثير من حتى وقت الاتحاد كان متصدر الدوري، شفنا الكلام هذا أيضا لما النصر في 2018-19 أخذ الدوري، سمعنا الكلام إيش قاعد ينقال من الهلالية، شفنا صحيح. يعني مسألة الجمهور والإعلام هذا شغلهم الشغل، هذا الكلام بينقال. الهلال مسيطر في السنوات الأخيرة، فأنت تبحث عن أي خطأ في الدقيقة 2 في منتصف الملعب تقول هذا السبب اللي أعطى الهلال الفوز وأعطى الهلال، والكلام هذا غير صحيح، لأنهم في بعض من الأوقات يتجلوا ويكونوا في لحظة صدق يتكلموا ويقولوا شوف الهلال كيف، شوف الهلال فعل إيه، شوف فهم يعلموا أنه في فوارق في العمل خاصة الجوانب الإدارية، ما في نادي عنده عمق في الإدارة اللي موجود عند الهلال. الهلال فريق عنده إدارة عميقة في أعضاء الشرف من سنوات طويلة، الناس ما تترك النادي، هذا الأمر كله نعرف، ما حد جبرك أنت كاتحاد أو أهلي أو نصر أو شباب يكون عندك إدارة عميقة، شيء هذا ما حد جبرك فيه، أنت تقدر تسوي هذا الشيء لما سويته من سنوات طويلة. الأمر الآخر ما فيكم نادي جوكر، خلي لا تنسى الأمر الآخر، خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل من طيب. من حيث طيب. توقفنا، خلوكم على السمع طيب. في المنصة مع محمد العمري. يعني لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين في الجزء الثاني من حلقتنا في المنصة 920-66-01-2-055-66-89-00-01. أنا محمد العمري وضيفي اليوم اليوتيوبر والمحلل الفني المعروف جوكر. جوكر كنا نتكلم قبل الفاصل، تكلمت عن الهلال والإدارة العميقة، وفي أمر آخر أيضا كنت بتتكلم عنه، تفضل. إيه أنا أحب يعني نتكلم في 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 اللي لك وفي اللي عليك، يعني ما حد مانع هذه الأندية يكون عندها هذه الإدارة العميقة اللي ما تترك النادي حلو إلى مجهول، هذا واحد. اثنين ما في نادي عنده مثلا واحد زي الكابتن المفرج له 15 سنة وربما أكثر موجود في النادي وعنده صلاحيات كبيرة وبيعمل شغل كبير جدا، بعدين انضم له الكابتن سعود كريري أيضا له سنوات طويلة وكمل معه، البقية مش موجودين. مثلا الكابتن حسن خليفة موجود في الاتحاد، فجأة في الأزمات نشوفه، ما في أزمة ما تشوفه، لكن الكابتن المفرج عنده صلاحيات مع كم رئيس، أفتكر أنا مع الأمير نواف بن سعد، مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الآن مع الأستاذ بن نافل وغيرهم من الرؤساء، موجود في كل هذه السنوات صار عنده خبرة كبيرة ويعرف كل شيء داخل النادي، هذا ما حد منعكم منه ولا حد قال لكم لا تسووا. الأمر الآخر ما في أحد جاء قال لنادي الاتحاد لا تعسكر بشكل جيد، ما في أحد جاء قال للأهلي لا تجيب في وسط الملعب كمحاور إلا كيسي، ما في أحد جاء قال للنصر أترك عندك حارس يده مخلوعة يتمرن عندك وبعدين تنزنق ويصير عندك إيقاف لحارسك وتجيب، أو أحد جاء قال للنصر جيب مثلا في نفس الموسم 3 أظهرة أو إلى آخره. يعني في أخطاء، هذه مشكلتكم أنتم، ما هي مشكلة مال، أنتم ما أنتم عارفين تديروا، هذا أمر. الأمر الآخر موضوع المال لابد يكون فيه عدل، ومن حق أي جمهور ومن حق إعلام أي نادي أنه يطالب بشفافية ويطالب بتوضيح الأمور، كم من صرف على كل نادي، ولو في فوارق زي اللي شايفينها ظاهرة الآن اللي ظاهر قدامنا، أنا هذا الأمر ما أتبناه، قلت إلين تطلع أرقام واضحة صحيحة أنه الهلال صارف أكثر من كل الأندية، لو هاني الأرقام اللي طلعت قدامنا صحيح ليش هذا الأمر حاصل، السبب إيش، هذا واحد. اثنين ما حد قال للاتحاد زي الحسب اللي أنا أعرفه اللي واضح قدامنا، صفقة جوتا وصفقة كادش وصفقة نتكلم على المدافع فيليبي تقريبا مكلفة 300 مليون ريال سعودي، كادش جاي عشان يكون دكة،
الله يعطيني اسمه فيليبي لاعب متواضع جدا، سعد الموسى افضل منه. جوتا لاعب ما هو في مستوى مثلا او اسم مثلا ماني او محرز او غيره عشان يندفع فيه هذا الرقم، ما هو لاعب سيء لكن ما يندفع فيه هذا الرقم. طيب هدول الثلاثه كلهم ابعد جوتا طلعته برا القائمه، فيليبي زي ما قلت متواضع، بالاضافه الكادش جاي دكه. 300 مليون هذه انصرفت في ايش؟ هذه ال 300 مليون انا اصنع فيها فريق بغض النظر يحقق دوري ولا ما يحقق، بس ما تكون هذه الفوارق موجوده. بالاضافه الى موضوع اللي انت تطرقت عنه، الامور اللي طالعه بين الجمهور وغيره والطقطقة على بدايه الصفقات. شوف في نوعين من الجمهور، في جمهور عادي جدا انا ما الومه على شيء لما يطلع يتكلم ويزعل من صفقه، ونفتكر جمهور الهلال فئه ايه وفئه مش عارف مين، وكانوا زعلانين لانه الاتحاد عنده كريم بنزيما وراح للاهلي محرز وراح للنصر كريستيانو من العام الماضي وميسي كلنا عارفين ان الصفقه فجاه يعني فجاه تبخرت، ميسي ما جاء فغضب جماهيري وكانت تنفتح مساحات وتغريدات والامور هذه كلها، ويبغوا لاعب نجم كبير. الجمهور عاطفي من حقه يبحث عن المساواه ويبحث بالذات العدل، خليني اقول احيانا في المساواه احيانا ما تجي، يبحث عن العدل طبيعي جدا. لكن المشكله مع اللي مصدرين نفسهم فنيين، هذا النوع الثاني من الجمهور، النوع العاطفي الاول هذا جمهور عاطفي. جمهور شوف الجمهور بشكل عام عاطفي، ولكن في جمهور هو جمهور متابع يتحرك مع الاحداث، يتابعوا شخص يثق فيه يغرد ياثر فيهم، المشهد العام يأثر فيهم، ما عندهم الصبر والتأني إنهم يشوفوا الأمور من برا. يعني أنا الآن قاعد أقول لك إيش موضوع المال للآن، أنا ما أعرف بالضبط كم انصرف قدامي، لكن اللي واضح والكلام اللي ساير إنه نادي الهلال انصرف على شراء العقود، أنا ما أعرف الرواتب أكثر. فأنا هذه المسألة فتحت مساحات كثير، غردت كثير، لكن أبغى إلين يبين الصرف كم نقدر نتكلم ونقول ليش حصل كده. لا حلو، ففي جمهور يتعاطف كثير وجمهور متابع فقط للكورة، يتفرج المباراة وخلاص، مو مضطر انه يعرف كل شيء، مو مضطر انه يكون عنده الفهم، مضطر عنده الادراك، عنده الوعي، عارف اللاعب هذا مفيد مو مفيد. هو يحتاجك انت لما يجي لاعب جديد تجي تقول له مين هذا اللاعب وامكانياته الى اخره، زي اللي حصل في مالكم، زي اللي حصل في جوتا، زي اللي حصل مع البعض ما يعرف مثلا ماكسيما، البعض ما يعرف كيسيل، في ناس ما تعرف سافيتش ما يعرفه، متافيو في ناس ما يعرفوا تافي. شوف انت ذكرت سافيتش قبل، انت ذكرت سافيتش. سافيتش هذا لاعب للي الناس العميقه في كره القدم يعرفوا من هو سافيتش، لكن في كثير ناس عند حضور سافيتش مين هذا العميقه. هل مطلوب وضروري انه كل مشجع يكون عنده عمق، يكون فاهم، عنده الادراك، عنده الوعي، يقدر يروح يبحث عن اللاعب ويقرا عنه لو ما كان يعرفه يكون فكره؟ هل مطلوب من كل الناس انها تكون عارفه سافيتش امكانياته واموره؟ في ناس ما بتتابع الدوري الايطالي، ولكن اللي مصدر نفسه انه محلل فني، اللي مصدر نفسه انه صاحب راي، اللي مصدر نفسه انه فاهم، اللي مصدر نفسه انه عارف، هو ده اللي عنده ازمه وعنده مشكله. هذا اللي عنده مشكله، انك انت قاعد تطقطق على لعيبه وتقول كويس ما جانا او افكر منه وطقطق ونسه وكان الحلم مدري مين واصبح الحلم مدري ايش، تمام؟ امور زي كذا. هذول اللي 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 مشكله كبيره جدا، خاصه انه عندهم عدد كبير. هذول اللي نسميهم الهوامير، هذول او الحيتان. نعم. هوامير السوشيال ميديا. نعم. هذول ترى سبب المشكله بشكل كبير، ترى ما هيعجبهم. نعم. الكلام، لكن هم سبب المشكله. هم بيشكلوا راي عام، فاتمنى انه بعد اللي حصل في الصيف الناس تتعلم الهدوء. ما تعرف لاعب لا تقعد تدخل في جدل وفي امور ما لها داعي، انت ما تعرفه، تمام؟ تم التشكيك في صفقه كولابالي، الان ايش بيسوي؟ وكنت اتكلم عنه بدايه وتكلمت عنه على اليوتيوب. تم الكلام على حتى من جمهور الهلال على نيفيز، كنت اقول لهم افضل من وراح انسيكم اللي هو كولا، لانك انت فريق هجومي تحتاج لاعب بالكوره عالي، فنيفيز عنده هذه القدرات والامكانيات. وشوف مساهماته يا اخي، ما في صبر يا جوكر، من الناس ما فيها صبر. يعني عندك حارس المندي، حارس الاهلي، ما انا قلت لك انه هو مش مطالب الجمهور البسيط العادي انه يكون عنده كل الوعي، مو مطالب. انا اتكلم على اللي مصدر نفسه فاهم.
في جمهور عادي جدا. ليش في محلل فني والمحلل الفني يصير عنده جمهور؟ ليه؟ طب لو كل الناس دي فاهمة كورة، كل الناس دي تعرف تتفرج وتشوف وتفهم ويعطيك رأي على لاعب، طب ليش انت كمحلل يصير عندك جمهور؟ ما كل واحد فينا يصير محلل. ليش اتابعك؟ خلاص انا فاهم، انا اتابعك انت كشخص تتكلم في الكورة وعندك فهم وادراك وتحلل، عشان عارف انه قدراتك في هذه الاشياء اكبر مني، فانا ما ابغى اقعد اتعب وعاني وشك هذا يتكلم انه سيء وده يتكلم انه جيد، لا انا اتابعك وريح راسي. سافيتش انا من قبل لا يوصل اصلا، بمجرد المفاوضات وعرفت انه ممكن يجي قلت هذا جوهر ولاعب كبير لو جاء للهلال ومكسب، وتكلمت عنه وعطيت حقه. مالكم، انا ما كان عندي شك انه ينجح، ورجعت انا رتوت للفيديو اتكلمت عنه قبل لا مالكم يوصل السعوديه. اتكلمت عنه، والكلام اللي كنت اقوله جاء، قلت الان هو 26 وبينفجر في موسم عن موسم، وحيجي الهلال ومتوقع انه حينفجر الموسم الاول واللي بعده اللي يوصل سن النضج الكروي عمره 28. فعموما عادي جدا انه الجمهور يكون كذا، انه الناس تدور على لعيبه اسماء كبار، انتوا تجيبوا لنا لعيبه اسماء عاديه مش معروفين. لكن قلت لك المشكله في اللي مصدر نفسه انه فاهم وفي الاخير طلع انه عنده مشكله عشان هو استعجل. ولكن هل رجع مثلا بعد كذا اعتذر؟ لا هو ما اعتذر، طيب مو مشكله، هل تتعلم من الامر اللي حصل؟ وهم جزء من المشكله زي ما انت قلت، لانهم فعلا الناس اللي بيتابعوهم في البدايه انخدعوا في الامور بعدين شافوا الامر مختلف. خليني اقول لك مثلا بعض الامور اللي فرقت. اداره نادي الاتحاد ما كان عندها رؤيه وتوجه واضح، ما هم عارفين ايش يبغوا. الدليل انه يطلع رئيس النادي يقول لك قالوا لنا في البدايه واحد، بعدين قالوا 2-2، بعدين قالوا 3-3، بعدين 4-4، بعدين شفنا 8. طيب كيف الهلال يدري والنصر يدري والاهلي يدري انت ما تدري؟ طيب خلينا نقول النصر والهلال عندهم نفوذ، ها اوكي، طب الاهلي برضو كمان نفوذ اقوى منك؟ رئيس الاهلي دوبه ترى مستلم جديد، انت موجود في الدهاليز هذه، موجود سلك على جلسة مواسم، انت رئيس نادي الاتحاد وفي احلك الظروف، يعني المفروض اللي هي اللي علمتك كل شيء. نعم نعم، كيف ما عندك علاقات؟ كيف ما تدري؟ احنا انا يوتيوبر عندي علاقات، اقدر اعرف بعض الاشياء، انا اقدر ناديك انا بعرف اخبار فيه. كيف انت رئيس نادي كبير وصلك 5-6 مواسم ما عندك علاقة تقدر ترفع تلفون وتعرف الامور كيف بتندار؟ الامر الاخر، من اللي كان متمسك في حمد الله؟ الصندوق؟ لا ما تضحك علينا، اللي كان متمسك في حمد الله المدرب نونو سانتو، واتكلمت في هذا الموضوع اكثر من مره، وما كان مستعد يتنازل عن حمد الله، هذا اللي انا اعرف. بالاضافه لانه ما كان حتى مقتنع بفكره قدوم كريم بنزيما، هو مقتنع بحمد الله، وكان متمسك في اللعيبه اللي ظلوا واللي كانوا موجودين. موضوع انه رئيس نادي يطلع يقول لي مثلا لو غيرت انا الثلاثه هذول، لو مشيتهم مين حيجيبوا لي مين؟ هذا كلام مو منطقي. انا ماني ضامن انهم يجيبوا لي عشان امشي الثلاثه، يعني مثلا يقصد روما، كورنادو، مثلا حمد الله، يعني حتخليهم مثلا 6 مواسم قدام، يعني مثلا تتقاعدوا عندك؟ اي مثلا اي، بحكم انه عندهم عقود، فيقول هو لسه عقود دوبها مجدده، لو انا مشيتهم انا ماني ضامن انهم يجيبوا لي غيرهم. طيب مين اللي ترك حجازي وسرع ورجعته؟ حتى باين حجازي منف حجازي، كان يحتاج قبل عودته شهر اضافي. حجازي هذا مو حجازي، حجازي اصبح يترقص بسهوله، ما هو قادر يوقف. اي نعم كره القدم منظومه ومجموعه، بس في حاجات تبين على اللاعب لاعب على لاعب. انا ما بقارن هنا، بس شوف كانتي مبين تحصل الاتحاد سيء بس كانتي جيد. شوف فيصل الصغير، فيصل صغير لسه ما تعود على الطحن هذا وتعود على المنافسه الغامدي، لكن بنشوفه كان ابرز لاعب في الاتحاد في الفتره اللي الاتحاد كله سيء فيها، بالرغم من انه عادي جدا يصيروا لعيبه سيئين لما المجموعه تصير سيئه، بس في حتى في وقت مثلا يكون الفريق سيء الموسم اللي قبل الماضي ما تشوف حجازي بهذا الضعف. واضح انه الرجل رجع قبل وقته. مين اللي انتظر الوقت هذا كله؟ مين اللي جاب كادش؟ هي الاداره. طيب كيف اداره الاهلي عرفت انه في 8 وغيروا 8 الى اثناء الموسم شغال واليوسكي كان يلعب اول 3 جولات تقريبا؟ صحيح. واداره الهلال غيرت بالإضافة لإدارة النصر. طيب الأمر الآخر، كيف الفترة الشتوية غيرت مدرب بمبلغ كبير مشيته وجبت مدرب آخر؟ هل من ميزانية النادي؟ جا جاياردو. كيف طيب مشيت كورنادو اللي قبل 6 شهور كنت تقول إنه لو مشيته مين حيجيبوا لي بداله؟ طيب كيف مشيته؟ كيف الآن تم التخلص من عقده اللي هو باقي فيه تقريبا كان 2 أو 1.5؟ كيف مشيته؟ هذه أسئلة. طيب مين اللي قرر انه يحط غروهي على خارج في المدرج
تمام ويلعب المعيوف، مع كامل احترامي للمعيوف غروهي اعلى طبعا، غروهي مستقر في المرمى اربع مواسم. مين اللي قرر يبعده؟ مين اللي قرر جوتا يجي ب 30 مليون يورو اللي هي تقريبا حدود ال 120 مليون ويطلعوا خارج القائمه لين جابوا له حاله نفسيه؟ مين اللي قرر؟ اداره ولا مين؟ طيب الامر الاخر، خلينا كده نسال سؤال منطقي اي احد يسمعنا يجاوب عليه. سؤال كده يطرح نفسه بالنسبه لي وقلته كثير، بس يمكن عدى على ناس كثير ما حد جاوب. طب جوكر، نخلي السؤال هذا في الفاصل، بعد الفاصل يلا فاصل ومكملين مع جوكر، عنده سؤال مهم اسمعوه وردوا عليه. المنصة مع محمد العمري. مرة أخرى عدنا لكم مستمعين الأعزاء في المنصة 920-66-012 ولرسائل الواتس 055-6689-001. قبل الفاصل جوكر كان عنده سؤال وحابب يوجهه أو يطرحوا للنقاش. جوكر المايك معك. طيب زي ما كنت أقول إنه هذا السؤال أنا قلته كثير ويمكن مر وما حد أخذ باله، أبغى أطرحه الآن عبر طبعا برنامجك محمد، وأتمنى يشاركوا معنا يعطوني رأيهم الشباب، وأيضا أنت أعطيني رأيك في هذا السؤال. كلنا نعرف إنه في 8 محترفين أجانب في الدوري حيكونوا موجودين عند كل فريق في الدوري، صحيح، خاصة لما نتكلم على أندية الصندوق اللي عندها أموال ما هي موجودة عند أي فريق آخر يمكن في الشرق الأوسط حاليا، ومو يمكن هذا الأكيد. هل يعقل أنه اللجنة المسؤولة، لجنة الاستقطاب، الصندوق، إيش ما كان المسمى، هل يعقل أنهم حيتركوا نادي يلعب بخمسة أجانب؟ كلنا حنقول مستحيل. إذن إدارة الاتحاد هي اللي كانت المشكلة في عدم تصريف اللعيبة هذول. كان عندهم مشكلة في الآلية، مش عارفين يمشوا اللعيبة. فما ينفع نجي نقول الآن أنا ما أقدر أمشي لعيبة وأنا ماني ضامن إنه مجيون لعيبة ثانيين. تمام؟ نرجع مرة ثانية. أنتوا أربع فرق. الهلال عرف وغير ومشى لعيبة، عقودهم ما زالت مستمرة. النصر عرف ومشى لعيبة، عقودهم ما زالت مستمرة وكانوا عالقين في حلقة النصر. الأهلي مشى لعيبة، حلو، أعتقد عقودهم بعضهم كانت مستمرة مع الفريق، مشاهم الأهلي ومنهم لعيبة جايبهم الأهلي الموسم الماضي، إلا أنه مشاهم وعليهم وكانوا عليهم قضايا ومشاكل وكل شيء. نعم وجاب 8 محترفين أجانب وفوقهم تقريبا 7 محليين. ايش المعنى الاتحاد اللي ما قدر يغير عدد اللعيبه اللي يبغاهم؟ ايش المعنى؟ ليش انت؟ هل 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 في احد ضدك؟ هل في احد ضد رغباتك؟ ضد طلباتك؟ هل يعني تقول انت كرئيس نادي طلب، حلو، بعض الاسماء متى؟ في الاسبوع الاخير. واللعيبه اللي انت طلبتهم وذكرت اساميهم، ريال مدريد ما يقدر يجيبهم في صيف واحد. ريال مدريد في صيف واحد ما يقدر يجيبهم، مع كامل احترامي لك. يعني كأنك بتزنق اللجنة ولا هذا، تقول له والله خلاص أنا مثلا رجع لي مارادونا من قبره وتعاقدت لي معاه في آخر لحظات الميركاتو. نعم مثلا ميسي كان خيار أول عند الهلال، ما جاء، راح ميامي. تمام؟ نفس الحكاية، غاندوغان كان خيار أول للهلال، ما جاء، راح برشلونة. سيلفا خيار أول للهلال، ما جاء، استمر مع السيتي. لوكاكو كان خيار أول للهلال، ما جاء، استمر مع الإنتر. خيار أول أيضا كان الله يعطيه اسمه موسمين، ما جاء، استمر في 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 بلاتو. نابولي. تمام؟ ما جاء. نابولي ما جاء. هذول تقريبا 5 لعيبة كبار جدا وأسماء كبيرة ولعيبة عالميين ومعروفين، كلهم ما جاء. من الخيارات الثانية ما في مقارنة لما تتكلم عن اسم، أنا ما أتكلم الآن العطاء داخل أرضية الملعب اللي سواه سافيتش كاسم، سافيتش
في مركز 8 واسم غاندوغان ما في مقارنة. لا بس جوكر جوكر يعني كما جوكر خليني يعني نوعا ما أمسك صفهم في هذا الجانب يعني على قولهم إنه ربما الوقت وعامل الوقت كان مفاجئ بالنسبة لهم وما قدروا يتعاطوا معه. بالنسبة لمين؟ بالنسبة للإدارة. خلينا بعض الإدارات مثلاً هنتكلم إحنا الآن نطرح الاتحاد كمثال. يمكن معناها مشكلة عندك يا محمد لما يكون ثلاثة أندية تستقطب ثمانية محترفين بعيد عن جودتهم ثمانية إلا أنت المشكلة عندك مو في الناس يعني إحنا أربعة الثلاثة هذول استقطبوا أربعة ثمانية محترفين أجانب إن كان في أحد مستمر منهم العام أو غير يعني أقل نادي فيهم تحصلوا غير ستة الهلال تقريبا جايب ستة حلو في الصيف من اللي ما تغير فقط نتكلم عن ميشيل النصر تقريبا كم نفس الحكاية ستة ممكن اللي مستمر في النصر كريستيانو جاء العام الماضي وجاء كريستيانو وأسبينا يا كريستيانو وأسبينا غيروا ستة لا أسبينا أبعده قول اللي تغير وغيروا ستة على الأقل النصر في ستة تغيروا على الأقل أترك اللي جاء الشتاء الظهير وأترك اللي جاء الظهير في الشتاء في الهلال أنا أتكلم الصيف نفس الحكاية تروح للأهلي مغيرين ثمانية نادي واحد فقط اللي ما غير إيش المعنى في أمور لازم تتضح ما ينفع يجي الكلام يجي كلام كلمتين تقولها وتسكت لا اطلع وضح الأمور بشكل كده كافي وشافي للجمهور هل الاجتماع اللي تكلمت عنه حق 4 الفجر مع المدرب انت والاستاذ كعكي انمار الحيلة والاستاذ كعكي تمام هل كان في مطالبات من المدرب بإبقاء بعض اللعيبة حقون العام الماضي ولا لا ايش كان الاجتماع اطلع قول للجمهور لا تخلي الأمور عايمة بس فأنا لما ذكرت لك هدول الخمسة اللي استهدفهم الهلال ما جابهم راح جاب بدال غاندوغان قلت لك شو اسمه ما في مقارنة بينه وبين في الأسامي بينه وبين سافيتش ما في مقارنة بين مالكوم وبين لما نتكلم على 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 سيلفا حق السيتي ما في مقارنة في الأسماء مثلا بين مثلا رغم انه ممكن الهلاليين يقولوا ما جو رأس الحرب اللي جاء والاثنين اللي ما جو أساميهم أعلى ما في مقارنة بين ميسي وبين نيمار ولا بين أي لاعب آخر ما في مقارنة طب هدول ما جو هل إدارة الهلال وقفت مكتوبة الأيدي ولا تصرفت طب الاتحاد قديش قاعد يفاوض شو اسمه محمد صلاح كيف ما كده استشفوا واستشعروا إنه الرجل مو جاي أنت مسؤول عن المفاوضات لك ست مواسم تفاوض ما تعرف ليه ما حطيت حلول بديلة يعني أي مفاوضات أو مشروع تدخله في الدنيا هذه كلها لابد إن أنت تحط خطة A والخطة الألف والخطة B خاصة في الكورة. أنا ليه ذكرت الهلال؟ شوف المقارنة بين الأسماء اللي كانت محطوطة تحت المجهر وفي مفاوضات وشوف اللي جو ما في مقارنة وهذا اللي خلى الجمهور يكون مولع في بداية الموسم إنه ليه جيبوا لنا هدول والاتحاد عنده فابينو وكانتي وكريم والنصر عنده بروزوفيتش والأهلي عندهم محرز وعندهم ماكسيما اللعيبة أسامي ليش تجيبوا لنا اللعيبة دول؟ الآن إيش اللي افترق؟ وأنا مو موضوع إيش اللي صار إنه هذا أفضل وده أفضل موضوع إنه في إدارة للموقف إدارة الأزمة الاتحاد يقعد يفاوض لاعب قديش والمفاوضات طريقة المفاوضات اللي حصلت أيضا مع راموس إيش فيه اشرح لي طب ما استشعرت إنه ممكن حسان ما يجيك طب هل الإبقاء على حجازي إنه اللاعب الرباط الثالث له تقريبا هو عمره وصل إلى 33 منطقي مع هذه الأشياء كمان أنت كإدارة نادي طب برضو أرجع المرة المليار مين اللي كان جابرك إنه يصير هذا المعسكر اللي كان رحلة كشافة 16 يوم تعسكر أحد جبرك أحد ضغط عليك يجيني مدرب يقول إنه اللعيبة الموسم الماضي استنزفوا فالطبيعي إنه الموسم هذا زي ما سمعت أنا الكلام هذا صحيح مو صحيح ما أدري إنه الموسم هذا يكون المعسكر خفيف هذا كلام منطقي قال لي إدارة المعسكر خفيف يا أخي أندية صاعدة أندية صاعدة من الدرجة نعم. الأولى بتطلع يعني معسكرات أفضل من الحارة في الحارة في الحارة في الحارة ما نعد كده إذا عندنا دوري في الحارة أقسم بالله ما نعد الفريق كده طيب أستاذ منصور البلوي طلع وقال أنا قلت لهم بعد الجولة الخامسة الفريق هذا راح ينهار لأنه ما صار له إعداد هل هذا الصندوق له علاقة فيه لو دخل فيه طيب إذا الموضوع مال خلينا نقول الهلال أخذ 10 مليار والنصر أخذ 8 مليار والأهلي أخذ 7 مليار والاتحاد أخذ 500 مليون هل برضو يأخذك الضمك بثلاثة يفوز عليك الرياض وما أدري مين الفرق هذه كلها في داخل أرضية الملعب كرويا تمسخرك بلغة الكورة إذا كانت مال مفروض المال يخلي اللي أخذ أكثر منك أفضل منك لكن اللي أقل منك ما يجي في الملعب يأخذك لا تعاون ولا غير ولا الفرق دي ما تتعامل معك المفروض تفوز عليها ستة لأنك أنت ميزانيتك أضعافهم 400 مرة فالموضوع مش مال موضوع المال من حق أي جمهور يتكلم عنه ويطلب العدل هذا أنا مالي فيه إلى أن تتضح الأمور لكن في
نقص كبير كعمل إدارة نادي الاتحاد ما اشتغلت فيه. وأرجع مرة ثانية أبغاكم تقولوا لي هل اللجان حتترك نادي الاتحاد لو مشى وكسر عقود ثلاثة من اللعيبة ومشاهم؟ هل الصندوق أو لجنة الاستقطابات حتترك نادي الاتحاد يلعب بأربعة محترفين أو خمسة والهلال والأهلي والنصر يلعبوا بثمانية؟ أبغى أسمع ردكم. إذن لو قلت لا، ليش الإدارة ما مشت هذول اللعيبة زيها زي الهلال والنصر والأهلي اللي مشوا لعيبة عقودهم سالمة؟ أنا عندي تعليق من واحد من الأخوان فيصل، يقول هو هيها مسؤولية، إذا كانت مسؤولية لجنة الاستقطابات إنها تدير الأندية بعد التعاقدات، فمعناته وش فائدة الإدارات الأندية؟ ما أعرف. أنا أشوف كلنا للآن إحنا في مرحلة جديدة، ما إحنا عارفين بالضبط إيش قاعد يحصل، لدرجة إني أنا مغرد تغريدة اليوم الصبح على الأستاذ السالم عبد الله السالم في الاتحاد، بس إيش منصبه، إيش دوره، إيش الصلاحيات اللي عنده، إيش الأشياء اللي ممكن يعملها في نادي الاتحاد، يعني مدى قوة وصلاحياته في نادي الاتحاد. أنا ما أعرف ليش، لأنه لسه في أشياء جديدة كلنا ما إحنا عارفين الآليات والأمور هذه كلها. وليش بيثار الكلام ومؤخرا طبعا هو وغيره من الأسماء، يعني ما ليش بتثار الأسماء هذه ومسؤولياتها الآن؟ وليش بيصير الحديث عنها؟ ليش ما يصير الحديث عن إدارة النادي؟ ليش ما يكون في الواجهة رئيس النادي؟ ليش مثلا أنت غردت عن السالم أو غيره أو هذا؟ يعني ليش بيبرزوا للسطح؟ أقول لك ليش. أنا غيرت، سمعت اسم الرجل كثير كثير جدا، هو اللي بيدير، هو اللي في يده الأمور. حبيت أعرف، أبغى أسأل، حيطلعوني ناس فاهمين في الأشياء هذه ومركزين معاها وبيدوروا تفاصيل التفاصيل يعرفوا. أنا هدفي مين؟ رئيس النادي. أنا قاعد أنظر لمين؟ الأستاذ المرة الحالي، هو الرئيس، هو المسؤول قدامي الأول، تمام. والدليل أنه طلع بعد نهاية الميركاتو الصيفي قال أنه طلبنا وطلبنا وطلبنا، معناه هو اللي كان يدير. هذا اللي قدامي أنا وقت الصيف لما كنت أنا أتكلم تركيبة الفريق وعدله، إيش كان ينقل لي من ناس قريبين من الإدارة؟ إيش كان ينقل لي؟ ترى ما بيدير، وكانت كثير من التغريدات تتكلم ترى ما بيدير، ترى الصلاحيات مو في يده. طيب خرج الرجل كذب هذه الجهة اللي بتقول انه ما بيدير، قال طلبنا وطلبنا وطلبنا، معناه بيدير، معناه هو اللي فاتح خط مفاوضات مع الاستاذ اللذيذ، هو قالها بعظمة لسانه. فاذا ما ينفع تقولوا لي ما بيدير. لكن بعد كده لما نادي الاتحاد حرفيا خزل، والخذلان هذا مو شرط يكون من احد من برا، ممكن من صلب عمل الإدارة الضعيف اللي دوبي اتكلمت عنه. الجمهور خزل، بطل دوري بيلعب كاس عالم، الان بينه وبين الهلال يمكن قرابه 30 نقطه واكثر في الدوري. ما يصير، مهما كانت قوه الهلال، انت حامل لقب، عادي جدا تجيب الدوري موسم والموسم الثاني تكون ثاني ثالث، كره قدم هذه. بس الفرق يوصل الى هذا الفرق الخيالي تقول لي بسبب المال؟ لا يا حبيبي، في مشكله حصلت، فالجمهور بيدور وكل مين يرمي على الثاني عشان يصير هو كبش الفداء. فبيطلع اسم الأستاذ السالم، يطلع اسم فلان، يطلع اسم مش عارف مين إلى آخره. الجمهور لا تلومه، الجمهور هذا محب عاشق بيدعم، إبا يعرف اللي حصل مع نادي حصل كيف وحصل ليش. لا تنسى أنت أنه جمهور الاتحاد الموسم فقط الماضي أتخطى حضوره في الملعب من شراء تذاكر 600,000، عمره ما حصلت في الدوري. الأمر الآخر، هذا الجمهور ضخ في خزينة نادي ما يقل عن 70 مليون ريال سعودي، ما في نادي عمره سواها من قوة شراء تذاكر. كيف ما تبغى الجمهور هذا يتكلم والجمهور هذا ينحرق ويزعل؟ الرئيس اليوم في النادي بكرة خارج النادي، لكن الجمهور انتماؤه للنادي طول العمر، فيطلع ويسأله. أنا ماني مع الاتهامات وترمي هنا وتروح هنا وما تعرف أنت متوجه فين، واللي يدافع عن الرئيس واللي يهاجم الرئيس. لا، أنا مع أنه يكون في منطق. أنا بالنسبة لي كجوكر قدامي رئيس نادي أنا أتعامل معه، يطلع رئيس النادي يثبت لي أنه ما كان يدير النادي. ما في رئيس نادي او مدير حيجي يقول لك والله انا ما كنت ادير، ولا حيعترف انه بالقصور من عنده. يعني هذه يمكن يعني طبيعه بشريه في الاداريين، نادرا ما تجد واحد يقول لك والله احنا قصرنا، احنا ما ادرنا الامور بطريقه. ليه مو بس، يعني خلينا نتكلم، مو بس انمار الحائري، هو وغيره يعني من الرؤساء الأندية الآخرين. يعني ممكن نفس القاعدة تنطبق على مسلي المعمر. يعني توقعنا أنه النصر رح يكون في حال أفضل من ذلك بكثير، لكن على الأقل الأستاذ مسلي. المنصة مع محمد العمري.
رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في الجزء الأخير من حلقتنا. جوكر أبو عبد الله مرسل لي يقول الجمهور مكانه الملعب، خلوكم زي الجماهير العالمية، أنا دوري إن أنا أجي وأحضر وأساند في الملعب، مو طول الوقت أقعد أتكلم وأتشكى وأنظر في السوشيال ميديا. يعني شوية يعني نظرة ما المشاعر فيها معدومة يمكن عند أبو عبد الله ولا؟ والله يقول له طيب أنت الآن بتنظر على الجمهور، إذا التزم الصمت ولا تكتب ولا تقول شيء واحضر أنت الملعب. جمهور الغربية بشكل عام وجمهور الاتحاد بشكل خاص ما ينفع أحد يجي يقول له خليك في المدرجات ولا تتكلم. جمهور الاتحاد واضح وضعه، جمهور الأهلي الموسم هذا مش كعدد كشكل هم أكثر، هذا الكلام ينقال لجمهور الوسطى جمهور الرياضة هو اللي عنده أزمة في الحضور، باستثناء ممكن الموسم هذا مع اللعيبة والعناء واللي موجودين ارتفعت الأرقام، لكن قبل الحضور ما هو بقد حتى المنجز كنادي الهلال، ودائما أنا أنتقدهم على هذا الأمر، ناديكم يستحق أكثر، أنتم كجمهور ما مقصر معاكم في كل البطولات، فالمفروض يكون الحضور أكثر. أخيرا بس عشان إذا 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 تبي تروح لموضوع بالنسبة للأهلي، أنا أشوف إنه مركز ثالث هو صاعد من دوري درجة أولى قبل شهور معدودة، أنا أشوف إنه الوضع اللي هم فيه الآن ممتاز جدا، نظرا لنادي غير فريق كامل أنا أشوف وضعه ممتاز. الاتحاد اعتمد على عمود فقري موجود له كم سنة، الهلال النصر الأهلي الوحيد اللي غير فريق كامل، فبالنسبة لي موقعهم كويس جدا لو خلصوا الدوري مركز ثالث، الموسم القادم نشوف وش ممكن يعملوا، مدرب يكون عنده خبرة أو غيره. بالنسبة للنصر بعد الجولة الثانية عمل سلسلة انتصارات يمكن 7 أو 8 متتالية، وكان فريق في الدور الأول عامل شغل كبير، النصر كان يفوز بسبب رتمه العالي جدا في الدور الأول قبل لا تسير في فجوة بينه وبين الهلال من ناحية النقاط بسبب الإعداد اللي حصل في النصر، وقلت هذا راح يسبب له انهيار، كنت أتكلم في الصيف ليش المعسكر حق البرتغال، وبعدين صار اللي صار معاه في اليابان وسافر النادي ورجع لعب البطولة العربية وصل إلى النهائي، فكان قبل أول جولة في الدوري لعب 12 مباراة، هل يعقل في فترة إعداد ألعب 12 مباراة ومباريات منها قوية لأن البطولة العربية وصل النهائي مع الهلال، هل كان منطقي الإعداد هذا؟ فبالنسبة لي الفريق وصل إلى مرحلة بعيدة جدا لياقيا وبدنيا والزخم اللي كان عنده مقارنة بباقي الفرق، الفريق إلى وصل نهاية الدور الأول ابتدى الانهيار يصير فيه. النصر ما عنده مشكلة نقص في اللياقة، النصر عنده جهد زايد، اللعيبة مرهقين جدا، حتى ما قدر المدرب يعدل هذا الأمر في فترة التوقف في أمم آسيا. موضوع أنه النصر الآن بعد ما الهلال راح بعيد بعد كل مباراة يتكلموا في التحكيم، يتكلموا في مدرمين، يتكلموا في اللجان، يتكلموا في غيره إلى آخره، هذا تقوله لو كان فريق ما هو النصر، ما إعلام ما هو إعلام النصر، جمهور ما هو جمهور النصر، نقول بعد ما الهلال صار بعيد هو مش عارف مين والهلال فرق وكانوا تقطب على الصفقات هم وغيرهم إلى آخره، لكن بالنسبة للجو العام في النصر هذا هو الطبيعي. ما العام الماضي كان الاتحاد بطل دوري ايش كان ينقال بعد كل جولة؟ نفس الكلام، النصر طالما أنه مو بطل طالما أنه ما يفوز لابد أنه يخلي فوز الآخرين جاي بأسباب ما لها علاقة بالملعب، في شيء بر الملعب بيحصل. طب ما في وقت كنا نتغنى احنا بكاسترو وكنا نتغنى بالفريق، وبعد كل ما يفوز النصر تفتحوا مساحات كنصراوين تتغنوا، فجأة انقلبت الأمور والهلال فرق عنكم وبعد صرنا نشوف أمور أخرى ما لها علاقة أصلا بالكورة، فهذا طبيعي جدا عند النصراوين. أنت ممكن تقول كيف بيصير كده لو كان بيجي من غير النصر، تقول كيف، لكن النصر هذا هو الطبيعي حقهم، لو ما سووا كده ما هم نصر. جوكر على طاري الإدارات والأندية، من الأمور اللي حاصلة الموسم هذا تمكين أو استحداث مناصب الرئيس التنفيذي أو السبور أو المدير الرياضي السبورتس دايركتور، ومحاولة إنه وضع المنصب هذا في قالب معين مسؤول عن إدارة النادي. يمكن بعض الأندية راحت بعيد شوي إنه يكون أيضا المتحدث الرسمي مثل الاتحاد، بعضهم تصدر المشهد بشكل كبير لدرجة أنه أصبح هو اللي ينلام وأنه هو سبب المشاكل كلها مثل اللي حاصل في إدارة النصر. كيف شايف منصب أو الوضعية بالنسبة للإدارة ومحاسبة الإدارة ومين اللي في الواجهة
ابتداء من الموسم القادم، لأنه بالوضع الحالي والمدير التنفيذي والإدارات والهيكلية الموجودة في الأندية، المفترض أنه إحنا نلاحظ انحسار لدور الرؤساء أو رؤساء مجلس الإدارة زي الأستاذ فهد بن نافل المرحالي مسلي، دورهم راح ينحصر، ولا ما تشوف أنه الشيء هذا راح يصير وحنفضل في نفس اللي هي الخصوصية الخاصة فينا؟ يعني إحنا مثلا في أندية عالمية ما نعرف مين رئيسها، ما يعني أو رئيس مجلس الإدارة يعني حسب الهيكلية، كل المعروف الرئيس المدير الرياضي، واللي في الواجهة أصلا هو المدرب، يعني ما في أحد بيتكلم عن المدير الرياضي. طيب أولا كل الأندية، أندية الصندوق تمام عندهم هذا المنصب ولا لا؟ يعني موجود في الاتحاد وفي الهلال وفي النصر والأهلي؟ نعم. ولا موجود في ناديين وناديين؟ لا أعتقد موجودين كلهم. موجود. أي موجود عندهم كلهم. طيب طيب ليش ما شفنا عزل الرئيس في نادي الهلال، أو شفنا مشاكل، أو شفنا أحد أتصدر المشهد؟ ليه؟ لأنه باختصار شديد لما تجي لنادي الاتحاد حلو، وانت جاي من 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 جهه الان هي تعتبر بشكل مباشر مالك النادي بنسب كبيره، وتحصل فوضى، تقدر بسهوله تدخل انت تسيطر وتصير ما تاخذ وتعطي مع احد، لانه انت صوتك اعلى من الكل من ناحيه مسمى وظيفتك تمام كمدير تنفيذي. ليش هذا الامر ما حصل في الهلال؟ لانه باختصار شديد زي ما قلت في اداره عميقه، الناس مخططين لكل مرحلة بتصير، لكل تغيير بيصير. جاء هذا الرجل الجديد بمسمى جديد، يتم الجلوس معاه. احنا وضعنا 1 2 3، احنا نادي زي ما احنا ننشد النجاح اكيد انت تنشد النجاح، فنجاحنا يكون اننا يكون بيننا عمل ويكون بيننا تفاهم كبير عشان ننجح. مو مهم مين الرئيس ومو مهم مين المش عارف مين، المهم انه احنا تيم عمل. لما أجي أشوفك أنا رئيس، مالي مكانك، مالي مركزك، مالي الكرسي حقك، تستقبلني بشكل جيد، تعرف كيف تهرج معايا، ممكن أنا صلاحياتي أكبر منك، ما ينفع أنت تطنشني وتدير ظهرك، راح أنا أتعامل معك بكل احترام وأدب، لأنه أنت في النهاية مسماك رئيس النادي، حتى لو كان زي ما يقولوا النسبة 25، لو أنت محنك وفاهم تقدر الناس هدول مع كامل احترام للكلمة دي تحطه في جيبك. شايف الجديد التنفيذي هذا اللي جاي تحطه في جيبك، لأنه هو المفروض مو جاي يدور مشاكل، هو جاي يعمل ويطور. لو قعدت معاه في المكتب وحطيته نقاط عريضة وقلت هذا العمل اللي بيننا وبشكل جيد وعطيته احترامه وتقديره وصارت بينكم علاقة وقدرت تكسبه، ما حيجي يتخذ قرار أنت ما تبغاه. هذا المنطق، إحنا في قارب واحد، إلا طلع واحد متعنت إلى آخره، هذا موضوع ثاني. لكن في بعض الأندية شفنا ردود، اسال الخواجه، لا تسال الخواجه، مش عارف مين. هذه الامور اللي تخليك تجي تدخل في 5 ايام تسيطر على النادي. ليه؟ ما في احد تتعامل معه. والدليل الفوضى اللي حصلت في المعسكرات في الصيف وفي الشتاء زي نادي الاتحاد، طبيعي تشوف هذه الامور. لكن نادي الهلال عشان جاهز وكل كبيره وصغيره يسالوا قبل لا تحصل بشهر، عارفين ايش يعني فلان المنصب الجديد كذا، الموضوع الجديد كذا، طب أنا إيش صلاحياتي الآن بالنافل، طب أنا إيش ممكن تكون صلاحياتي مثلا فهد المفرج إلى آخره، يسأل في تناغم، تناغم وترتيب داخلي، تناغم وترتيب داخلي بينهم. بس باختصار شديد قبل لا تحصل هذه الأمور كلها والفوارق تبين على أرضية الملعب والهلال يروح بعيد، ما كنا نسمع هذا الكلام من أحد، لا في الاتحاد لا في النصر ولا في الأهلي. راح الهلال بعيد، ابتدينا نطلع ايش دور فلان وايش دور علان وليش فلان جاء وليش فلان ما جاء وليش مدري مين والى اخره. طب ليش هنا صارت هزه هنا ما صارت هزه؟ اي واحد حيطلع يقول يا عمي في الهلال ما يقدر، هذا الهلال طيب اوكي، ليش هذا الهلال ليش صار هذا الهلال؟ يعني هذا السؤال. هو ده زي ما قلت، ارجع زي ما قلت في بدايه الحلقه، الهلال قدر يكون لنفسه اداره عميقه من 40 سنه. مين كان مانع انديتكم؟ مين اللي مانعهم؟ من اللي مانع كل الأندية دي يكون عندها إدارة، يكون عندها كبير ترجع له وتلجأ له وقت ما تحتاج؟ ما اشتغلتوا على هذا الأمر؟ مشاكل بين أعضاء شرفكم، مشاكل بين رؤساء النادي، كل واحد يجي يهدم عمل اللي قبله، كلكم الاتحاد على الأهلي على النصر. هل غريبة أننا نشوف الهلال مستقر؟ إيش الغريب في الأمر؟ في الصندوق، قبل الصندوق والمال، قبل المال، من أيام تبرعات أعضاء الشرف على الأندية ونادي الهلال عنده استقرار مقارنة بيكم. أنتوا كلكم كل واحد فيكم ممكن أخذ حقب
استقر لسنوات اللي قدر يشيل بطولات يشيل بشكل مختلف عن الاخر ورجع النادي الثاني مره انهار لسنوات طويله. اقدر اجيب لك حقب كثير للاهلي بعيد، اجيب لك للاتحاد، اجيب لك للنصر. ليش الهلال؟ انا اتكلم عن الصندوق الان، ليش الهلال طول السنوات هذه مستقر بعد يكون الثالث؟ صدفه يا عمي؟ لا تحكيم يقدر يشيلك كده ولا لجان تقدر تشيلك كده. خلونا نكون منطقيين وواقعيين. اذا اسمع وخلينا عشان وصلنا لنهايه الحلقه، اي احد عنده يعني اجابه على سؤال جوكر ليش الهلال قادر يستمر، ادخلوا على التغريده اللي في حساب الاذاعه او في حسابي او في حساب جوكر وقولوا لنا ليش وجهه نظركم، حتى لو كانت من وجهات النظر اللي هي الوجهات النظر التشكيكيه التامريه مو مشكله، خلونا نجمع وجهات النظر ونسوي احصائيه ونشوف ليش الهلال مستمر اكثر من غيره. انا وصلت لنهايه حلقتي اليوم مع صديقي جوكر. جوكر كالعادة سعيد دائما بتواجدك معنا في المنصة، نلتقيك إن شاء الله في قادم الحلقات. يعطيك العافية حبيبي محمد، أنا أستمتع معك لأنه بالرغم من أنه الوقت أحيانا ضيق مع الإعلانات إلا أنك بتعطيني مجال استرسل، وهذا شيء جيد لأنك إنسان فاهم كورة فتعرف كيف تسأل وكيف تأخذ أيضا الجواب. شكرا للمستمعين، إن شاء الله نكون قلنا لهم شيء جيد، وأنا سعيد جدا أن يكون ضمن هذا الطاقم اللي في برنامج المنصة. يعطيك العافية، سعيدين بوجودك معنا وكل سنة وانت طيب. مستمعينا الأعزاء ألتقيكم غدا في نفس الزمان وفي نفس المكان، المنصة 6 مساء عبر أثير إذاعة ألف ألف FM. كنت معكم محمد العمري، تحياتي.